كما كان لنا شراكة أيضا مع مركز الملك سلمان للإغاثة الذي عملنا معه برنامج يخاطب الإنسان ويقترب من الإنسان واسمه إنسان. هذا البرنامج بالشراكة مع مركز الملك سلمان حرصنا فيه أن نعكس جانب ما تقوم به الدولة والمؤسسات الإنسانية في مساعدة المحتاجين في أي مكان في العالم، ويقدمه الزميل والصديق الأستاذ فايز المالكي، ونراهن على أنه يعكس صورة حضارية للمجتمع السعودي.